يقول اقترضت من أخي مبلغ بالعملة المحلية، هل يجوز أن أسدد له المبلغ بالعملة الأجنبية؟ نعم، من غير زيادة، هذا يسمى الصرف. إذا كان في ذمتك لشخص نقود من عملة خاصة ثم سددت له من عملة أخرى، هذا يسمى بالصرف، يجوز بشرطين، بشرط واحد، يجوز بشرط واحد، وهو التقابض في المجلس.